أيضا ونحن نتحدث شيخ صالح عن الجوالات، ما زال يعني قضية نغمات التسجيل الموسيقى في الجوالات عند بداية الصلاة تظهر جلية، وقد تحدث في ذلك كثير من يعني أئمة المساجد، وما زال هذا يعني الشر مستمر. الشيخ نرجو منكم توجيه أيضا. حمل الجوال أصبح من ما عمت به البلوى، ولا أحد يستطيع يترك الجوال، فيه مصالح بلا شك، ولكن على المسلم إذا أراد يدخل في الصلاة أن يقفله لا يشوش عليه ويشوش على غيره، أو على الأقل يخفض صوت تنبيه حيث لا يسمعه إلا هو، يكون بصوت خافت. ولا يجوز أن يجعل في الجوال نغمات الأغاني أو الموسيقى، وإنما يجعل فيه منبها بصوت غير موسيقى أو غير أغاني. نعم.